نور قطع فجأة، بس الحمد لله يعني. طب انتوا حليتوا حاجة الحمد لله. في فترة النور دي؟ أنا حليته. طيب ماشي تمام ماشي. بص يا سيدي، هعمل تشيك تاني معاكم كده على اللي يخش بقى في التمارين على طول. بص يعني خش في التمارين ده بتاعت المعاصر على طول. هعمل تشيك بقى اللي انتوا حلتوه، شوف بقى صح ولا غلط. اول حاجه بيقول لي ذا فاليو اوف ذا ديترمينانت، يديني الديترمينانت عامل كده 1 قصدي 7، وهنا 3 وهنا 5 وهنا 2 زي ما اتفقنا على طول. هعمل 7 تايمز 2 وهعمل 3 تايمز 5 وبينهم ماينس، احسب الليله دي تطلع نيجاتيف 1. تمام؟ طيب اللي هو اوبشن نمبر سي. طب ذا فاليو اوف ذا ديترمينانت اللي بعدها نفس القصه، المكرره هسيبها. طب تعالى على الديترمينانت اللي هو نمبر 3 ده كده، اديني الديترمينانت كبير بقى كده 2 0 0 نيجاتيف 1 3 0 بعدين 4 2 5. زي ما اتفقنا يا جماعه، انا ممكن اعمل اكسبانشن بالرو ده، واخد بالك ممكن تعمل باي رو اي كولوم، بس خليك في الرو الاولاني ده وراح دماغك عشان ما يبقاش في مجال للخطا يعني. تمام؟ اهو اهو انا عامل ازاي كده، ده بوزيتيف ده نيجاتيف ده بوزيتيف، هما دول مش فارق معاهم بوزيتيف ونيجاتيف ليه؟ لان هما انتهوا، دول زيروهات، فانا يعتبر شغلي على الاولاني. ادي التو، هلغي الرو بتاعها والكولوم بتاعها، اهو هلغي الرو ده وهلغي الكولوم ده. يتفضل 3025. خد بالكم يا جماعه، الناس اللي هم في كليه تجاره او في بيزنس او كده، الدرس ده رئيسي جدا عندهم، الماتريكس والناس اللي هم في تجاره انجلش اساسي جدا عندهم، وهتلاقيه برضه في كليات هندسه والكليات التانيه، بس هو اساسي قوي في تجاره اكتر. طيب المفروض اقول بقى ماينس زيرو والغي الرو بتاعه والكولوم بتاعه اللي هو يبقى نيجاتيف 1045، بس مش فارقه ليه؟ لان زيرو تايمز اي حاجه بزيرو، فمفيش داعي اشتغل على الزيرو ده بالزيرو ده، لان طبعا زيرو في اي حاجه بزيرو فدول ضعف، فانا اعتبر عندي هيتفضل معايا الديترمنت الاولاني بس. طبعا فك ده ازاي؟ 3 تايمز 5 ماينس 0 تايمز 2 ونطلع الاجابه يطلع 30. خلص على كده. طيب تعالى على اللي بعديها نمبر 4، مديني ماتريكس ايه؟ نفس القصه، وبيقول لي هات لي الديترمنت بتاعها، هنحطها في ديترمنت كده ونشتغلها. فايند ذا فاليو اوف ذا ديترمنت، نفس العمليه. طيب في مساله اخيره جايب لك ديترمنت تايمز ديترمنت. محمد مدحت، محمد مدحت مرتين ماشي. طيب المساله مثلا يا جماعه نمبر، هي ناخد الافكار المختلفه، نمبر 6 مثلا اهو، مسألة نمبر 6 جايب لي ديترمنت هنا 1 نيجاتيف 1 5 وهنا 0 نيجاتيف 1 2 هنا 0 0 1، وبيقول لي اعملوا تايمز الديترمنت الثاني اللي هو مين؟ اللي هو 3 نيجاتيف 7 نيجاتيف 2 5. طيب محمد مدحت لسه ما دخلش. طيب هفك انا الديترمنت الاولاني ده برضو، هعمل له ايه؟ هعمل له بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف يعني ايه؟ هبتدي اعمل ايه؟ ال1 ده كده هلغي الرو والكولم بتاعه، اهو هلغي الرو والكولم بتاعه، هتفضل لي نيجاتيف 1 2 0 1 اهو. طيب الديترمنت الثاني لسه بقى نيجاتيف نيجاتيف دي بوزيتيف 1، وهلغي صفه وعموده اهو، هلغي الرو ده والغي الكولوم، هتفضل ايه؟ هتفضل 0 2 0 1 0 2 0 1. ومحمد مدحت بيدخل. طيب هتفضل لي برضه 0 يعني مستر او نعم خلاص خلاص فتح. ايوه محمد، ما انا عارف، ما انت طلعت ودخلت
سامعني يا محمد كده؟ سامع حضرتك يا مستر. هو جايب لي determinant times another determinant. عادي الديترمنت الاولاني هبتدي افكه زي ما اتفقنا اهو. هلغي ايه؟ يعني هلغي صفه. بص هاخد ال1 هاخد الرو بتاعه والغي الكولوم بتاعه. اتفضل نيجاتيف 1 2 0 1. هاجي على ال1 ده، خد بالك ان في نيجاتيف قبله، يعني اتفقنا في نيجاتيف ساين كده. نيجاتيف تايمز نيجاتيف ببص، وادي ال1 هلغي الرو والكولوم بتوعه، هتفضل 0 2 0 1. طيب هاجي برضو على الثالث في حاجه اللي هي الفايف، الفايف هتبقى بوست اهو. هلغي برضو يا جماعه الكولوم بتاعها والرو بتاعها، اتفضل 0 نيجاتيف 1 0 0. طيب خد بالكم بقى الديترمنت ده المفروض اصلا انا ممكن احطه في قوس كبير كده عشان هيتقابل تايمز الديترمنت الثاني. الديترمنت الثاني صغير اصلا، هعمل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده، يعني اعمل 3 تايمز 5. بص عشان ما تلخبطوش، اعمل 3 تايمز 5 ونيجاتيف 7 تايمز نيجاتيف 2 تمام، وبينهم ماينس. انت ممكن اصلا كل ده تطلعه على الكالكوليتر، بس نفك الديترمنت الصغيرين دول يبقى. يعني بمعنى ان انا هيبقى عندي ايه؟ بص هيبقى عندي ده 1 اهو، الديترمنت ده بيتفك ايه؟ ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده هيديك نيجاتيف 1 بلس 1، برضه ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده هيديك 0 بلس 5. هتعمل برضه 0 تايمز 0 ماينس 0 هتطلع 0 كده يعني. ماشي؟ تمام مظبوط. ده كل ده يا جماعه الفكه بتاعت الديترمنت ده. تايمز الثاني طبعا هتكون انت فكيت الفكه بتاعته، هيطلع 15 ماينس 14 هيطلع 1. خلاص هتعمل كل ده تايمز بعده مع الكالكوليتور وتطلع الانسر وخلاص. انت دخلت يا محمد يا مدحت كده خلاص؟ خلاص يا مستر. امال ايه؟ طيب ماشي مشكلة بس متهيألي دول ما فهمش حاجة يا جماعة المسائل دي. طيب هبتدي بقى لو في فكرة جديدة برضو نقولها اللي عاملها صح برضو يعمل صح عنه. درس سهل وجميل ما فيهوش حاجة، وزي ما قلت لكم أساس في كلية تجارة وفي كلية هندسة في الثانوية العامة طبعا. طيب مهم قوي الديترمنتس ده في الثانويه العامه. طيب في مساله يا جماعه اللي هي بيقول لي ايه؟ بص اللي هي نمبر 7 بيقول لي مديني مديني ماتريكس كده بيقول لي 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 4 وبيقول لي فايند ايه؟ بيقول لي ذن ديترمنت 2 ايه؟ اوفر 2 ديترمنت ايه؟ تفرق؟ تمام؟ هي والله مش هتفرق قوي، مش هتفرق قوي، بس انا قصدي هتفرق في الشغل. سوري ديترمنت 2 ايه يعني ايه؟ انا اسف ديترمنت 2 ايه يعني انت هتجيب الديترمنت بتاع دي كلها لما تديها له تايمز 2 هتبقى 4، دي تايمز 2 هتبقى نيجاتيف 4، دي تايمز 2 هتبقى نيجاتيف 2، دي تايمز 4 هتبقى 8. لكن 2 ديترمنت ايه؟ يعني 2 اهي وهي زي ما هي زي ما هي 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 4. هنشوف هتطلع نفس الانسر ولا ايه الظروف؟ هيطلع تقريبا نفس الانسر على فكره، بس مش هشتغلها برضو احتياطي. انا هعمل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده اهو. ده تايمز ده يديني 4 تايمز 8 ماينس نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 2. هتنزل تحت سيب ال 2 اللي بره دي، اشتغل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده يبقى 2 تايمز 4 ماينس نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 1. ايه اللي هيحصل؟ لو انت طلعت اللي فوق ده يديك 32 ماينس 8 هيدي لك 24. لو طلعت اللي تحت ده اقول لك يديك كام؟ 8 ماينس 2 هيديني 6 تايمز 2 هيديني 12. شوف الانسر طلعت في الاخر 2 ما طلعتش زي ما احنا كنا متخيلين ان ده اوفر ده يدي 1، يعني دي مش هي دي. تمام؟ طلعت الانسر 2. طيب هيبتدي بعد كده بيخليك تحل ايكويشنز باستخدام الايه؟
الماتريكس هي نفس الفكره برضه اهو. بص يا جماعه هو مديني ايه؟ احنا ممكن ناخد ال الماتريكس اللي هي نمبر نمبر ايه؟ نمبر 9 اشمل من بتاعت نمبر 2 من بتاعت نمبر 8. هو جايب لي كده في نمبر 9 جايب لي ديترمينانت ويقول لي هنا اكس بار 2 وهنا 5 وهنا 3 وهنا اكس. حلو. ويقول لي ايكوال كام؟ ايكوال 12. طب ما احنا نفكها عادي، نفك الديترمينانت عادي. احنا بنعمل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده. ده تايمز ده هيدي لك اهو اكس بار 3 ماينس ده تايمز ده هيديني 15 ايكوال كام يا جماعه؟ 12. طيب انا ممكن اودي ال 15 الناحيه الثانيه بقت ايكويشن عاديه. اكس بار 3 ايكوال 12 بلس 15 هتديني 27. هتاخد كيوبك روت، كيوبك روت هتطلع الاكس بكام؟ 3. يبقى هو بيدالي ايه؟ دخل لي الديترمينانت في الايه؟ في الماتريكس. طيب لو بصينا على الديترمينانت اللي جنبه اللي هو بيقول لي ايه؟ في ديترمينانت اللي هو نمبر 10. بص يا جماعه المساله نمبر 10 الديترمينانت اللي فيه زيروهات ده بيبقى جميل جدا. ليه؟ 1 0 0 وبعدين 3. بص 3 2 اكس 5 وبعدين 6 1 4. ده ديترمينانت جميل جدا لان الزيروهات دي هتضيع لي ايه؟ هتضيع لي ثلثين الموضوع ايكوال 11. طب ما انا لما باجي اعمل اكسبانشن بالاولاني ده بالرو الاولاني ده بوزيتيف ده نيجاتيف ده بوزيتيف، مبدئيا الاثنين دول ضاعوا هما واللي جنبهم. يعني حتى ده لو لغينا صف وعموده الزيرو ده لو لغينا صف وعموده الزيرو لما يتعمل تايمز فيه هيضيعه. فلذلك انا هيبقى شغلي على مين يا جماعه؟ على ال1 بس. يعني ال1 هاخده هلغي صفه وعموده هيتفضل لي 2x و5 و1 و4. مفيش داعي بقى اقول ماينس 0 واجيب ديترمينانت لان الزيرو هيضيع الديترمينانت اللي جنبه. وده الزيرو ده برضه بلس 0 هيضيع الديترمينانت اللي جنبه. مفيش داعي بقى لو الزيرو تنزع حاجه بزيرو. ايكوال 11 يبقى المساله صفت على كده. طيب انا اشتغلها بقى ازاي؟ عادي جدا ال1 ده ملوش لازمه اصلا. هعمل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده يبقى 8x ماينس 5 ايكوال 11. انا ممكن احلها وادي 5 يبقى 8x ايكوال 11 بلس 5 يبقى 16 وادي ال8 دوت ديفايدد يبقى الاكس ايكوال كام يا جماعه؟ بس يبقى انا كده حليتها وزي الفل مفيش حاجه. طيب انا اشوف بس لو في حاجه يعني مختلفه. يعني متهيألي مفيش يعني يمكن نمبر 15 ايكوال 0 ان كومبلكس نمبرز بيقول لي ان سي يعني ان كومبلكس نمبرز. طيب ثانية واحدة كده صور بس دي كده. طبعا احنا خدنا الكومبلكس نمبرز يعني عايز يقول لك ايه؟ لو في روت وتحته نيجاتيف عادي. المسألة نمبر 15 يا شباب. نمبر 15 بيقول لي ايه؟ بيقول لي في نمبر 15 انا باخد اللي هي الافكار المختلفه يعني بص يا جماعه نمبر 15 جايب لي كده بيقول لي عندك ايه ديترمينانت كده اكس بار 2 وهنا نيجاتيف 2 وهنا 2 هنا 1 وبيقول لي ايكوال 0 ان سي. ان سي يعني عايز يقول لي في الكومبلكس نمبرز يعني عايز يقول لي طبعا عايز السوليوشن سيت. طيب فانا دلوقتي انا ان سي يعني ممكن الاجابه تطلع ايه؟ ممكن يطلع نيجاتيف تحت الروت عادي جدا مفيش اي مشكله. فانا هحلها عادي انا عامل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده يبقى اكس بار 2 تايمز 1 اكس بار ماينس لو انا عملت ده تايمز ده هيديني نيجاتيف 4 وفي ماينس كمان اهي يبقى بوست 4. ما انا المفروض اعمل ماينس نيجاتيف 2 تايمز 2 ايكوال 0
طيب ما هو كده بقت اكس باور 2 بلس 4 ايكوال 0. دي لو انت جيت تحلها يا جماعه وديت ال 4 الناحيه الثانيه يبقى اكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 4. تاخد سكوير روت والله لو احنا ان ريل نمبرز، يعني لو كان قال لي ان ريل نمبرز كنت هقول السوليوشن سيت فور، لان الريل نمبر ما فيهاش روت للنيجاتيف، ما فيهاش روت للنيجاتيف نمبر. لكن انا ان سي يعني انا في الكومبلكس نمبر، لا دي لها حل. لها حل ازاي؟ روت نيجاتيف 4 ب 2 اي هي روت الفور العاديه ونحط جنبها اي. فهي هنا لها حل، يبقى الاكس كده بوزيتيف 2 اي او نيجاتيف 2 اي. نيجاتيف 2 اي، يبقى انا كده عندي السوليوشن سيت يا جماعه بتاعتي هتبقى ايه؟ 2 اي او نيجاتيف 2 اي، لها حل. لكن لو هو كان قال لي ام ار كنت قلت له السوليوشن سيت فور، لان الار ما فيهاش روت للنيجاتيف تمام؟ اقول فكره كمان بس يعني ايه؟ عشان نبقى يعني لمينا كل افكار الدرس ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هي الفكره بتاعت ايه؟ انه يدي لك مثلا شوف ذا نمبر 20 دي كده، نمبر 20. نمبر 20 يديني ديترمينانت ويقول لي هات لي ديترمينانت تاني. دي مش قصه يعني، بصوا يا جماعه هو مديني ايه؟ دي بتيجي كتير بصراحه. مديني ديترمينانت قال لي مساله جميله يعني نمبر 2. مديني ديترمينانت كده بيقول لي اف، ومديني الديترمينانت ده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اكس واي زد ان. دي جت في امتحانات كتير قبل كده. بيقول لي ايكوال كام؟ ايكوال 5 ايكوال 4. ذن عايز نحسب بقى الديترمينانت الثاني ده اللي هو اكس ماينس واي، وهنا 4 واي، وهنا زد ماينس ال، وهنا ايه يا جماعه؟ 4 ال. 4 ال ايكوال دول نقط. مفيش مشكله. طب انا هعمل ايه؟ اشتغل في ده عادي جدا، اشتغل في ده عادي جدا. ده كنا بنفكه ازاي؟ بعمل اكس تايمز ال، اكس ال ماينس زد تايمز واي، يعني ماينس واي زد ايكوال 4. واعتبر دي ايكويشن يا جماعه. طب نجيب الديترمنت اللي هو طالبه ده نفكه، اللي هو الكبير ده. هيتفك ازاي؟ المفروض ان اعمل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده. طب انا لما اعمل اكس ماينس واي تايمز 4 ال، ممكن اكتبها من هنا، يعني 4 ال تايمز ده ماينس 4 واي تايمز ده. طيب واشتغلها بقى يا جماعه الشغل العادي بتاع اعدادي، اللي هو ايه؟ نعمل اكسبانشن، يعني 4 ال تخش تايمز ده تايمز ده. 4 ال تايمز اكس هدينا 4 اكس ال. انا بحاول اخليها 4 اكس ال بس عشان تبقى زي الايكويشن الاولى اللي انا جبتها. طب 4 ال تايمز واي هتديني 4 واي ال. طيب نيجاتيف 4 واي هتخش تايمز زد هتديني نيجاتيف 4 واي زد. نيجاتيف 4 واي هتخش تايمز نيجاتيف ال هتديني بوزيتيف 4 واي ال. ده بالنسبه للديترمنت اللي هو طالب. انا الديترمنت الاولاني طلع لي المعلومه دي، هبروزها واسيبها دلوقتي. خش على الديترمنت الثاني اللي هو طالبه ده، ابتديت افك فيه اهو، مش ايكوال حاجه طبعا لسه. طب انا هلاحظ حاجه يا جماعه، ان ده يتكنسل مع ده كده زي ده، واحد بص واحد نكتب كنسلوا مع بعض. يبقى المساله اتفضلت لي 4 اكس ال ماينس 4 واي زد. طب مش انا ممكن اخد 4 كومن يا جماعه؟ 4 كومن فاكتور اهو. لما بتاخده كومن فاكتور ده بيتعمل ديفايد عليه يديك اكس ال، ده بيتعمل ديفايد عليه يدي لك واي زد. طب ثانيه واحده، اكس ال ماينس واي زد عندي اصلا معلومه بكام؟ ما ايكوال 4. يعني دي كلها كده ايكوال 4، يعني انا ممكن اعوض اقول 4 بدل كل ده اكتب 4، 4 تايمز 4 ايكوال كام؟ ايكوال 16. ودي فكره بيحبوا يجيبوها كتير. مفهومه الفكره الاخيره دي يا جماعه ولا فيها مشكله؟ شدي مهمة جدا. مفهومة؟ هاشم محمد فاهمها؟ حازم؟ يا مستر فاهمها. الحمد لله. دي فكرة مشهورة جدا يا جماعة، عملوها جنبها ستار، بيحبوا يجيبوها قوي في الامتحانات، مع انها ما فيهاش حاجة. الديترمنت الأولاني بس بفكه يطلع لي معلومة اللي هي الإيكويشن دي. اركنها دلوقتي على بس ما أقعد أشتغل في ده. هيقوم طالع لي في الآخر الإكسبريشن ده اللي هو إكس إل ماينس واي زد هيظهر بعد ما أخد الكومن اللي هو الفور.
استلمت 4 تايمز 4 دي 16 غلط كده. الحمد لله نعتبر احنا هضمناه بكل افكاره. إيه لو في افكار تانية يعني عادي احنا ممكن برضو ايه تحلوا عليه في البيت، ولو حاجه وقفت نقولها ان شاء الله المره الجايه. ماشي، انتوا لو حبيتوا يا جماعه تغيروا الميعاد ده تخلوه متاخر بالليل الساعه 12 كده ولا حاجه زي كده على ما تصلوا، ولا يبقى ميعاد رخم بالليل متاخر خلينا زي ما احنا. ها نخلينا زي ما احنا وخلاص. الو، انا بقول ممكن نخلينا زي ما احنا. ها انا بقول ممكن نخلينا زي ما احنا، ممكن يبقى احسن عشان خاطر الساعه 12 ممكن يبقى متاخر شويه. انا بقول اصل عشان في ناس بتصلي ما فيش مشكله خلاص، هو العمل برضو عباده وربنا يسامحنا بقى يعني. ممكن على فكره التراويح انا ممكن اصليها في البيت عادي، مش بيتهيألي كده يعني. مش لازم في المسجد يعني، كنت اسمع ان انت ممكن يعني هي مش فرض يعني، فبالتالي ممكن أيه. والله اعلم يعني عشان ما فيش في الدين، بس يعني كنت اسمع الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيصليها في البيت عادي يعني، بعد ما يروح بيكمل صلاتها في البيت عادي. فيعني اقصد يعني ممكن نصلي العشاء عادي والتراويح لما تصليها في البيت عادي بعد الدرس ما فيهاش حاجه. انا اسمع على حد علمي برضو، انا مش يعني مش ضليع قوي في الدين، بس على حد علمي اسمع ان هو الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيكمل صلاتها في البيت يعني. انا سمعت الكلام ده مره من حد يعني، ان قال الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيكمل الصلاه بتاعتها في البيت التراويح. طبعا العشاء بيصلى في جماعه، وال سمعت يعني قبل كده التراويح كانت بتصلى في البيت عادي. وتقريبا جه سيدنا عمر تقريبا والله اعلم هو اللي خلاها بقى يصلوها في الجامع يعني. تمام، فاقصد يعني مش حرام يعني، بيتهيألي على اساس بس برضو احنا عادي يا مستر يعني ربنا عالم، احنا برضو عشان ظروف امتحانات والحمد لله احنا بنصلي برضو يعني، بنصلي ويعني نوفق بين العمل والعباده يعني. واخدين بالكم، واخدين بالكم يا جماعه، نوفق بين العمل والعباده طالما احنا بنصلي مش هن تمام، بس ربنا عالم بالحال بقى يعني. عشان برضو انتوا لو الساعه 12 بالليل انا خاف برضو تكونوا مسقطين يعني نايمين يعني. في ناس بتاخد معاها والله الساعه 2 و3 بالليل، بس يعني انا بقول لكم اذا نسيبكم بالليل برضو عشان تصلوا التراويح في الجامع اللي يعجبكم، معدة مناسب معاكم زي ما احنا نخلينا عليه زي ما احنا يعني عادي يعني، ممكن تبقوا تبلغوني على الجروب يعني. تمام، طيب ماشي، يلا سلام عليكم.